الله أكبر الله أكبر. وأنا الآن فرحة كبيرة لأنني شاركت في مسابقة التجويد للقرآن. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى Yeah.